استغفر الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وقليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، قلت في الله، ثم الحمد لله الذي وفقنا بتوفيقه ومنه وكرمه وإحسانه جل جلاله، اجتمعنا هذه المكان إلهي سبحانه وتعالى بما هذا ننسكله أليه إن كل ميي أليه يشكوك كاني أليه مجالس خيرك هي مجالس إيمانك كزيادة هي مجالس كذكرك هي مجالس آخر دلسكو حسوسين هي مجالس كإلهي بقر كلسكو حسوسين هي مجالس كسنة الرسول كلسكو حسوسين أليه نسوا في جيبا ما هذونا نسكلي يا أخوتي في الله. بيله بانك سو تقني قريه بانك سو تقني أولادي بانك سو تقني أشغال شيء بانك سو تقني دنه نقار كي بانك سو تقني وحان أنمد إلهي سبحانه وتعالى بقر كينا رالي قلنو إن إلهي سبحانه وتعالى مجلس كاية فرقا إن إلهي سبحانه وتعالى نقاق الرالي نقضو، لأنه إلهي سبحانه وتعالى هدي أن وينينو إلهي سبحانه وتعالى هو الحق، دينت وحق، نبيك وحق، إلهي سبحانه وتعالى نوافجي حقائق ذا ومد النبي نقدقي أهل لا إله إلا الله نقدقي دينت النسيي مسلمين نقدقي هو إلهي قرتين نقدقي هو إلهي عابدون نقدقي نعمة دوي ولا ليا نعمة دابا للدنيا إن إلهي سبحانه وتعالى كشكر يا قوة في الله. له الحمد كله وله المن كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله لا إله إلا الله. ما هذا لنا إلهي بأسكله ما هذا إلهي سبحانه وتعالى مثل سوكو بكرمه يا أخوتي في الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا تقول شكرسان وأن ذي زيادنا بولي سبحانه وتعالى، هذا تقول كفرسان عذاب كي قوامد أذك بولي سبحانه وتعالى. قيمة الإنسان ليس بالدولارات ولا بالدينارات، بل قيمة الإنسان بقدر كمال الدين في حياة الإنسان. إنسان كوحو قيمة كل يهي لعق يا دولار يا ذهب يا دينار ماها، إنسان كوحا إلهي كو قيميني ونلوش الدين دين لك هل يقوة في الله. أمرك إلهي وقاتو إلهي كبقو إلهي رجيو إلهي تلسارتو مروا ببع أمرك إلهي كو إلهي. مهما كان إنسان جيبه مليان، ومهما كان بطنه مليان، ومهما كان بيته مليان، ولكن ما عنده علاقة مع الله ما عنده شيء. روح الجيب كي سابوحو علوشي سابوحو قرقي سابوحو، ولكن هدوسن إلهي علاقات لهين قيمة ملاه. فرعون هامان قارون النمرود تركوا أوامر الله تبارك وتعالى خابوا وقسروا، ولكن بلال وسهيب وسلمان ما عندهم أسباب الدنيوية، أخذوا أوامر الله تبارك وتعالى واتبعوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فازوا وفلحوا. فرعون هامان قارون نمرود ويكبرين سيد أور تدعونا بأفكة تاجين، لأن إلهي سبحانه وتعالى دنيا بكور جي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب أشد العذاب. صبحي قلب عذاب كلاه لو بندقيا إلهي بكحشون وين إلهي بكرم وين إلهي بكبق وين
إلهي بيت الله سيرم وين لأن إلهي سبحانه وتعالى كومك وحوك ورجيه أيقون إلهي قرنين ولكن بلال يسوهيب يسلمان أدون مهي سنين مال مهي سنين ولكن إيب سنية بضحى قريش بلال لقح بادوش لقى سارية لأن الله الله أحد 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 بوكوع العلينية لأنه إيمانك يكون عن سنية يتلدد الإيمان إيمانك يكون عن سنية الذي عنده نور الإيمان يتلدد نور القرآن والذي ما عنده نور الإيمان ما يتلدد نور القرآن لأنه إيمان نور والقرآن نور روح إيمان كيسا هدو وين يهي صلاة بوكم عن سنية صنك بوكم عن سنية زكاة بوكم عن سنية ذكر إلهي بوكم عن سنية تلاوة القرآن بوكم عن سنية جميع أوامر الله تبارك وتعالى بوكم عن سنية لأنه إيمان كيسي بزيادة هدو إيمانك زيادة طاعتي بكوفو ظانيسو قيام الليل كي بكوفو ظانيو ذكرك إلهي بكوفو ظانيو دعاتي إلهي بكوفو ظانيسو اتباع الرسول بكوفو ظانيو وهكذا صلاتي وتكون مع سنة بكوفو ظانيسو هذا قوة في الله إلهي سبحانه وتعالى بوين الله سبحانه وتعالى هو الكبير هو العظيم بيده كل شيء الفوز والفلاح فقط بيد الله جل جلاله والله عنده خزائن كل شيء وهو خالق الأشياء والأحوال يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج أحد من خلقه وهو السمد وهو الذي جعل فوزنا وفلاحنا وفلاح جميع البشر كلها فقط بامتثال أوامر الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بيده كل شيء إلهي ونا أبو ري أسيقان أبو ري هذه مخلوقات كونان يسكتغان شعر هلتن ما أبو ري كران تحسي ما أبو ري كران خالق الحقيق هو الله رازق الحقيق هو الله هذه عالم كونان يسكتغان إني وحكو سيان دونيان وصن إلهي كو أقلان كما سينكران هذه عالم كونان يسكتغان إني كو دبان دونيان كما دبي كران إلي الله سبحانه وتعالى حق إلهي كقيمة دموغي كل شيء بيد الله وبإرادة الله شيء والباب أمرك إلهي بيكون غاقيا شيء والباب أمرك إلهي بيكون سعنيا شيء إلهي صود نعمره كوم كان كمدعيه أمرك إلهي بيكون كونم كسعدا أمرك إلهي بيكون غاقيا هو الذي خلق السماء هو الذي خلق الأراضين هو الذي خلق البحار هو الذي خلق الأشجار هو الذي خلق الليل هو الذي خلق السماء هو الذي خلق جميع المخلوقات بقدرته السماء في قبضة الله والليل في قبضة الله والملوك في قبضة الله والجيوش في قبضة الله والجن في قبضة الله والملائكة في قبضة الله وجميع المخلوقات في قبضة الله لا يتحرك متحرك إلا بأمر الله ولا يسكن ساكن إلا بإرادة الله جل جلاله واحد لا شريك له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير له متصرف الكون هو الله مدبر الكون هو الله معطي هو الله مانع هو الله لا إله إلا الله كلمة حقيقة إذا بال الدنيا إن قلبك إن اتماده ما سوى الله إن قلبك إن كبح بال الدنيا ليلا ونهارا وحي علماء ولها الليال ليلا ونهارا علماء نبرا رجينيا وحال الدنيا إنسانك جسد يروح بك كومن يهي جسدك بريس يباستا يقوطا هديو عني واي إنسانك يوم يومين وضعيفة يا روح ذن وحي قودتا كلام الله وكلام الرسول هذا الكيلاهي يا هذا الكرسولك أي روح ذن قوي ستا هذا الكيلاهي هذا الكرسولك أو إنسانك مالين دقي سنوايو إسبوع دقي سنوايو بل دقي سنوايو لأن إيمانك سيبا نسخامي شيئا فشيئا شيئا فشيئا فمنهم شقي وسعيد علامة الشقاوة خمسة قساوة القلب ثم جمود العين ثم رغبة في الدنيا ثم طول الأمل ثم قلة الحياة قساوة القلب لا يدخل الخير القلب ولا يخرج الشر لأنه قلبي جيبا مذوب ذي قلبي جي خير مقليو شرنا كمسو بحس قساوة القلب ثم جمود العين إشي سيحق مؤونيسو بعد البوئونيسا وحن الله رالك أهين بوئونيسا قساوة القلب ثم جمود العين ثم رغبة في الدنيا أدون كي بجعل يهين ما لك قيام ذا وحن لكينيا نين إلهي سبحانه وتعالى ونعميي أبر واقيي ولكن وأهل النار نار تيبا لقلنيا مرة واحدة
دينا والله سو صاريا دينا وحلقو ليهاي بل كورن وليقا يا الله واح نعمة مية دركتي مركز دارنا يا لا والله وليقا نعمة ما أركن نكلا واسكبو ساردسنا بلكين يا وأسكت جاجسنا أدوك كوسور رفاضي ولكن إلهي قرتي وأهل الجنة ده الجنة ده اللي قلنا يا مرة واحدة دهنا والله قصو صاريا دهنا مركز على ويديني يا بالكورن ولقى يا الله واحد باتام يا دركتي ودارنا يا وحيون وحكو إلا بي هل كي مر أو الجنة ده اللي قلي لأجل هذا يا قوتي في الله إذا كنت دايرين مايو ما شاء يقضي بإذن الله هذا الشيء ولكن بحال الدنيا يا قوتي في الله لابد نعظم كلام الله وكلام الرسول هذا الكلاه هذا الرسولك وإن وينينا ثم يا قوة في الله نطبق إن تطبيقنا وحنا مقلني ومشايخ أن كم مقلني كردقنا قريه نجينا جاركينا لو ذاقنا أولادنا لو ذاقنا ومد لو ذاقنا ثم نطبق ثم نبلغ إن جارسينا رق يدمر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحيا هين دعاء دتك دينتا جارسية بيا هين تاسنا لقدونيا لأنه هدي عالم كودن أما قاسة دار السلام ودت كونا نقدان عباد واللجوء أيو وحدتك دينتي له يقوب باقو شيئا فشيئا ارتداد بعد عيو دتك مالي والبابا دينتي كردويا ولكن دار السلام هدي لقيه له واحد داعي دتك إلهي دينتي سوغو باقيو شيئا فشيئا دتك مالي والبابا دينتي إلهي بيسوغ ليان إلهي سبحانه وتعالى وحوفريا باب الهداية لغير المسلمين ويفتح باب التوبة للمسلمين لأجل هذا أقوة في الله أدونكم وكتقنا كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هل هذه الدنيا لا شيء لو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة الماء الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وكل واحد يروح للآخرة ولا بد قبل الموت نتفكر ونجتهد ونأقو الزاد وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب والرسول عليه الصلاة والسلام قال الميت تبع الثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجو أهله وماله ويبقى عمله الذي عنده إيمان وعمل صالح يفوز في هذه الدنيا وفي الآخرة والذي ما عنده إيمان وعمل صالح خسارة أبدية سرمدية لأجل هذا إن دينت إلهي كشقينه أولاد دينت كتربينه الرق دينت إلهي كشقيان عالم كجارسيان all over the world بيتا بيتا فردا فردا لنشر التوحيد إلى دينتي لا كشغل سعودي يا رمان إن شاء الله مستعدون إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم